نكتب تحديث تمتم هذا أقل هنا على أبديت يوسات نافيجيشن. هسه هنا راح يطلع لي موجب الآي مرة اختار أبديت لا قبل هذه الخطوة اختار how to update اقول update my device هنا how can I help you اقول update my device. Now what do you want to update? أقول مثلا need maps. يقول لك update your device. You can see the product finding. هذا طبعا وين يقول السيريال نمبر؟ نقول السيريال نمبر ظهر الجهاز يصير منفذ يا منفذ يو اس بي هاي يو اس بي هوس تو اعتقد يصير لاصق ابيض باسود. السيريال نمبر يصير هذا الابيض يكتب اس وخط يمها ان يقول اكتب لنا بس اول حرفين من عنده. بس انا بالنسبه لي اول حرفين اي واي فراح اكتب هنا اي واي طلع لي هذا الجهاز عندي انا اقل this is my device. Do you want to do you have لازم نصبر مره هذا البرنامج قال انه عمود يطير هذا البرنامج حتى نصبر خلينا نصبر البرنامج هذا بعد ما خلص نقول له open كنسل هاي بس خيار بالغلط هسه هاي الوجه مالتك اللي هاي اجري انستول حبياته country شوف موجود بلد العراق لو ماكو لو ماكو جزء اختار امريكا او اي بلد قريب للاسف ماكو نبقى على اختياري افتراضي start connect with computer start con لا احنا داونلود ابديت ما كان recommended داونلود وتري ها ما احتاجه بس هذا البلد احتاجه اوكي نرجع بالله هنا Do you not have? Yes قال لي yes To download update your map select an option below With the get a different device to download اكو فيديو خاص بي اشوف جزء ما نحتاج الفيديو اقول له accept اعتقد انه لازم اسوي حساب ايميل ادرس اختاره سوت شو تسوي بيج جنس ذكاء وانثى شو راح يتغير مثلا هو انت بس يريد مجرد سجل جسم هاي اعتقد لازم اربط الماوس ناشدنا first name احمد last name buffer select country هاي يعني تحكي الدولة تحكي نختار العراق او حسب المكان دولة فيها keep me هاي ما احتاج الخطوة قال create account
اوكي اسوي له اد ديفايس كونكت هسه اربط الديفايس مالتي هنا نبدا الحاسبه واربطه بنور الجهاز هسه اربطنا بعدها كونكت الديفايس دايركتلي يوزنج كيبل سبلاي سويتش يور ديفايس اون اونلي يوز ذا اوكي استوى هنا اربطنا شنو المشكله بعد ها سويتش ديفايس اوكي تمام كانك لازم اخلي فتره اعتقد هالشي يقول هنا تو اد دي وانت تو اد لا ما يلا خلينا نطي اسم نفسه هذي توم توم كله عادي we are sorry something going towards code not supposed to add request to account please اي اسمع شوي اوكي هسه راح يبحث بالجهاز عن تحديثات جاي يحدث هسه عندي بالجهاز هذا حاول لا تفصل الجهاز اثناء التحديث هنا طلع لي الجهاز checking for update مرة ثانية قاعد يحدث هسه هو تحديث 3 دقائق حسب سرعة الانترنت اعتقد finishing up يعني كمل بس جاي هنا صوب بالتحديث يقول you are ready to go الجهاز ما تتحدث تحديثات وقت شلون نشتري خرائط للاسف يعني ما دورت انا ابي جوجل على خرائط مجانيه ما لقيت فالحل الوحيد هو انك تشتري خرائط تروح المابس احنا ريجن الشرق الاوسط الشرق الاوسط اختار من اس افريكا ميدل ايست ميدل ايست عفوا هذا ميدل ايست نشوف وين نقدر نتابع هذا ميدل ايست طبعا سنجل ماب نختارها بس يحتاج 140 يورو يعني سعر خيالي بس هاي يعني بسحبته وضعك مضيق فقط تشتري خريطة ينزل لك بالتحديث هذا برنامج على حسابك وتقول لي ابديت طبيعي